هنتكلم في الفيديو ده عن تقوية المناعة عن طريق التغذية. بيلعب النظام الغذائي الصحي دور مهم في الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة الجسم ولياقته، وتقوية جهاز المناعة اللي هو عبارة عن نظام دفاعي لحماية أجسامنا من مسببات الأمراض زي البكتيريا والفيروسات اللي كورونا واحدة منهم. وإحنا هنتكلم في الفيديو ده عن أهم أنواع الأطعمة والمشروبات اللي بتقوي صحتنا زي الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان وغيرها من الأطعمة الأساسية لأجسامنا. ولو اتكلمنا عن أهم العادات اليومية لتناول الطعام، يبقى لازم نفتكر تناول الوجبات المتوازنة مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة على الأقل 5 مرات في اليوم، ونكتر من شرب مية نظيفة على الأقل 1.5 لتر في اليوم عشان نحافظ على رطوبة أجسامنا باستمرار. ولما نختار الحبوب نختار الحبوب الكاملة، ونتناول المزيد من المكسرات على قد ما نقدر والبذور كوجبات خفيفة صحية يومية. وكمان مهم نفتكر نقلل السكر والملح والدهون في نظامنا الغذائي. وكمان لازم نفكركم ان تحضير الأطعمة المفروض يتم بطريقة صحية وآمنة، بما في ذلك التأكد من طهي الأطعمة وتخزينها بشكل صحيح. تعالوا نشوف مع بعض بعض أهم الفيتامينات والمعادن الأساسية اللي الجسم بيحتاجها عشان يفضل آمن وبصحة جيدة. هنبدأ نتكلم على فيتامين سي اللي احنا بنقول عليه بالعربي فيتامين جيم. بيعتبر فيتامين سي أو فيتامين جيم من أهم العناصر اللي بتحسن وظيفة المناعة وبتحافظ على الأوعية الدموية، وكمان بيعتبر أحد مضادات الأكسدة الهامة اللي بيعزز من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض. ومن الضروري إن احنا نتناول منه جرعة كل يوم لأن الجسم غير قادر على إنتاجه أو تخزينه. ومن أهم مصادر الحصول عليه موجود في أطعمة كتير امتصاصها سريع وعالي زي الجوافة والموالح اللي منها الليمون والبرتقال واليوسفي والجريف فروت، وكمان الفراولة والتوت والكيوي والفلفل الحلو سواء كان الأخضر أو الملون، والخضروات الخضراء زي مكونات السلطة الخضراء والكرنب والسبانخ والبروكلي. وضروري يكون الجسم فيه كمية كافية من فيتامين جيم عشان يقدر يمتص الحديد. ومن أهم مصادر الحصول على الحديد اللحوم الحمراء والكبدة وصفار البيض والسبانخ والعسل الأسود والفاصوليا البيضة والعدس والأطعمة البحرية والتوت والخضروات الورقية الخضراء والبلح والتمر والفواكه المجففة زي الزبيب. فيتامين ألف يعتبر الجزر والسبانخ واللفت والكرنب والبطاطا والطماطم واللبن والكبدة من المصادر الغنية بفيتامين ألف المهم لوظيفة المناعة. أما فيتامين ب 6 هو أيضا مهم لأنه بيدعم التفاعلات الحيوية اللي بتتم في جهاز المناعة، ودي بيكون موجود في الكبدة والدجاج والأسماك والبيض والحبوب الكاملة والبطاطا والموز. فيتامين اي اللي احنا بنقول عليه بالعربي فيتامين ه هو مضاد قوي جدا للاكسده، وبيحمي خلايا الدم الحمراء من التلف وبيعزز قدره الجسم على مقاومه الاصابه بالعدوى. واهم مصادره المكسرات وبذور عباد الشمس والفول السوداني والبروكلي وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس والسبانخ والافوكادو. اما احماض الاوميجا 3 او اوميجا 3 فهي بتدعم وتقوي جهاز المناعه، واهم مصادرها السلمون والتونة وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت الزيتون وزيت بذرة الكتان اللي هو الزيت الحار. خلاصة الكلام، بنحب نفكركم ان اتباع توصيات تعزيز التغذية لوحدها مش كفاية للوقاية من الأمراض، وبصفة خاصة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، واللي يجب أثناءها اتباع إجراءات صحية وقائية اللي منها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل الإيدين باستمرار بشكل جيد بالماء والصابون واستخدام المطهرات. كمان لازم نتبنى أنماط حياتية صحية تتكامل مع الغذاء الصحي والإجراءات الوقائية زي الحصول على قسط كافي من النوم وتجنب التدخين وممارسة التمرينات الرياضية باستمرار والحصول على جرعة تكميلية يومية من فيتامين د 3 من خلال التعرض للشمس، لأن الفيتامين ده هام جدا وبتفتقر إليه معظم وجباتنا وأنظمتنا الغذائية. وفي الختام نتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة.